السلام عليكم، انا محمد من قناة ايفوي. مؤخرا بدأت بعض الاعتقادات الخاطئة بالانتشار في مجتمع اللاعبين، واللي تقول بان اجهزة الجيل القادم بلاي ستيشن 5 على وجه الخصوص من المفترض ان يكون اقوى تقنيا من منصة البي سي. وانتشار هذا الخبر هو دلالة على جهل عدد كبير من الناس بمعنى البي سي بالاساس. في هذا الفيديو بنوضح مقصد التقنيين بجملة ان بلاي ستيشن 5 بقوة البي سي او بمستوى البي سي الحالي. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو ودي اوضح بان برعاية موقع نيو اك بإمكانك شراء قطع البي سي من سي بي يو وكروت شاشة ورام وشاشات وحتى أجهزة الكونسل من موقع نيو اك بأسعار تنافسية، والموقع يوفر شحن مجاني إذا قمت بالشراء بمبلغ أكثر من 2600 ريال سعودي. وفي عروض جيدة ترى موجودة، مثل معالج AMD Ryzen 9 3950 واللي سعره يعادل 2900 ريال من موقع نيو اك، ويعتبر سعر جيد مقارنة بالسوق المحلي عندنا. ولا تنسى ان الشحن مجاني. ما انزل بيكون في جيف اواي ل $250 كجيفت كارد تقدر تشتري فيها من موقع نيو اك. كل اللي عليك انك تشارك بتعليق وتكتب حسابك في تويتر، ونتواصل معك يوم السبت هذا الاسبوع، ورابط موقع نيو اك بتحصله في الديسكربشن او في اول تعليق مثبت. اثناء تصفحي للانترنت قريت مقالة شدت انتباهي في موقع بي سي جيمر، تتكلم عن سلسلة كروت نافي المستقبلية، وعلى ان ممكن يكون في نوعين من كروت نافي، واحدة منها بيكون اسمها نافي 10 وهذه موجهة لسوق المستهلكين الأدنى للبي سي، والثانية هي الفئة المتقدمة باسم نافي 20 واللي الهدف منها منافسة أقوى كرت تجاري للألعاب موجود حاليا من شركة انفيديا، واللي هو كرت 2080 تي اي. اللي نعرفه عن كروت نافي 20 الجديدة هي أنها تدعم تقنية ري تريسينج، واللي لو ما تعرف عنها أي شيء هي عبارة عن تقنية تمثل المستقبل فيما يتعلق بالإضاءة في الألعاب، لدرجة ان هذه التقنية ممكن تحسن حتى من اضاءة الالعاب القديمة وتغير التجربة فيها بشكل كامل. يقال في تقرير بي سي جيمر ان جهاز بلاي ستيشن 5 بيستخدم نسخة محسنة من كروت نافي 20 اللي هي الفئة المتقدمة من كروت AMD بدلا من استخدام النسخة الاصلية لكرت نافي 20 اللي بتكون للبي سي. اكيد بتقول ليش سوني ما تستخدم نفس كروت البي سي او حتى نسخة احسن منها. في شيء لازم تفهمه عن كروت الشاشة المتقدمة نفس نافي 20، اغلب هذه الكروت تستهلك ما بين 250 الى 300 واط. فكمثال عندك كرت 2080 تي اي اللي يعتبر الافضل في الفئة العالية او اللي المتقدمة، ويحتاج هذا الكرت الى اكثر من 270 واط. وطبعا كل ما زاد استهلاك الطاقة هذا الشيء يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة في الجهاز. لذا تفضل شركات الالعاب المنزلية التعامل مع كروت تستهلك ما بين 100 الى 150 واط لانها ما تسخن بشكل كبير، فبالتالي هندسة الجهاز وتصميمه بتكون عملية اسهل للمهندسين وبتتطلب حتى مراوح أقل. لو ناخذ نظرة على أجهزة الجيل السابق ونقارنها بالبي سي بنلاحظ أن كروت الشاشة في هذه الأجهزة دائما كانت تستهدف منافسة أجهزة البي سي المتوسطة الأداء للمحافظة على أجهزة عملية ومناسبة للسوق وغير مكلفة أو متعبة في عملية الهندسة الداخلية، لأن كل ما زاد الاستهلاك هذا معناه أن في حرارة أكبر بتكون موجودة في الجهاز، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الحرارة هي بتصميم كيس ممتاز جدا مع تبريد اسطوري، وهذه تكاليف اضافيه الشركات ما ودها فيها. الشركات تحاول تطلع اي طريقه عشان تقلل التكاليف، تبغيها تدفع لك على نظام تبريد مائي او نظام تبريد عموما. تلاقي عدد كبير من الناس ينتقد شكل الجهاز مع انه ما يعرف ان الشكل هذا تطلب قيام مجموعه من المهندسين بدراسه تمتد لاشهر الى ما توصلوا لشكل يوفر مساحه كافيه لتهويه القطع الموجوده داخل الجهاز بدون ما يتسبب باحتباس حراري ممكن يؤدي الى تلف قطع الجهاز داخليا. ومثل ما قلت مجددا ممكن تكون في مثلا مراوح او مبرد موجود داخل الجهاز، بس هذا الشيء بيرفع تكلفة الجهاز. وفي النهاية هذه الاجهزة اصلا موجهة بشكل رئيسي لسوق يهتم بالترفيه بشكل رئيسي اكثر من القوة التقنية. وحتى لو نفترض بان في شركة توصلت الى امكانية تصميم جهاز ممتاز جدا من ناحية الهندسة المعمارية والقدرات الموجودة فيه، يظل بان هالجهاز بيكون مكلف جدا للمستهلكين، وما في مستهلك مستعد انه يدفع مبلغ وقدره على جهاز كونسل. وشفنا هذا الشيء على مدار التاريخ في أجهزة مختلفة مثل سيجا ساترن وبلايستيشن 3 وغيرها من الأجهزة اللي كانت تحاول تقدم شيء مبهر تقنيا على وقتها، بس هالشيء أجبرهم على رفع أسعار أجهزتهم بشكل ما صار يناسب المستهلك العادي اللي ما يبغي يدفع بس مستعد ينتقد. وفي عدد كبير ترى من المستهلكين بس يبغي يلعب كول اوف ديوتي أو فيفا سنويا، وهذه الألعاب أصلا ما تتغير تقنيا، فيبغي يدفع بشيء بسيط مثل كونسل بقيمة 1400 أو 1000 ريال بس.
وما يهتم بالتقنية الموجودة. لا تفهمني غلط، أغلب التوقعات تقول بأن بلاي ستيشن 5 من المفترض أن يمتلك كرت شاشة قوي في الأداء، بس مو بقوة كروت نافي 20، وهذا للمحافظة على استهلاك طاقة أقل. فأجهزة الكونسل إجمالاً المفترض أنها ما تستهلك أصلاً 300 واط عموماً. يعني تخيل أن بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس إكس اثنينهم ترى ما يستهلكون أكثر من 140 إلى 160 واط. طبعاً غير الكلام النظري اللي تكلمنا عنه قبل شوي، في عندنا أيضاً تقنية ري تريسينج اللي قالت سوني بأنها مدعومة بشكل رسمي في بلاي ستيشن 5. والتقنية هذه وإن كانت موجودة حاليا على البي سي، لكن اللي يؤخر استخدامها هو أنها ما زالت تقنية غير مدعومة في أجهزة الجيل الحالي بلاي ستيشن 4 أو إكس بوكس 1، ولهذا عدد من المطورين يفضلون عدم استخدامها على البي سي لأنهم ما يقدرون يستخدمونها على الكونسل، فليش كل هذه التكاليف؟ لكن مع الجيل الجديد التقنية هذه بتصير مستخدمة بشكل أكبر في ألعاب أكثر، لأن حتى الكونسل بصير يدعمها. بس خلنا ناخذ نظرة على الألعاب اللي تستخدم هذه التقنية على البي سي حاليا، ولأي درجة تتطلب هذه التقنية مجهود من جانب كروت الشاشة. في اختبار جرى من موقع تيك سبوت للعبة باتل فيلد باستخدام كرت شاشة 2080 سوبر وبدقة 1040، تمكن الكرت من تشغيل اللعبة بأعلى إعدادات ممكنة مع فريمات تصل إلى 57.3 فريم و 49.8 في أسوأ رقم فريمات وصل له هذا الكرت. وحط في بالك أن هذا الكرت ترى مو بسيط أبدا، ترى يعتبر من أقوى الكروت الموجودة في السوق حاليا. لكن تخيل الآن أن مع إيقاف خاصية ري تريسينج ارتفعت الفريمات إلى 111.1 فريم و 89.3 فريم في أسوأ رقم فريمات، بينما في أقل إعدادات للري تريسينج تمكن الكرت من تشغيل اللعبة بفريمات تصل إلى 76.3 بالمتوسط و 61 في أسوأ رقم فريمات. أنت تتكلم عن كرت بقوة 2080 سوبر ونازل في منتصف 2019، ومع ذلك بالكاد هذا الكرت تمكن من المحافظة على أداء جيد أثناء تشغيل تقنية ري تريسينج. نفس المثال هذا جرى في ألعاب ثانية مثل Shadow of the Tomb Raider، وتقدر تشوف التفاصيل أمامك الآن. وكل هذا الكلام اللي نتكلم فيه حاليا بفرض أن كرت بلاي ستيشن 5 بمستوى قوة 2080 سوبر. حط في بالك أن هذا الكرت يتراوح سعره ما بين 699 إلى 800 دولار لوحده، طبعا على حسب الشركة اللي بتشتريه منها، سواء مسايا أو جيجا بايت أو الشركات الثانية. ممكن AMD توصلت لطريقة لرفع أداء الكروت مع المحافظة على إمكانية تشغيل ري تريسينج بأداء جيد، بس في افضل الحالات ما اعتقد ان كرت بلاي ستيشن 5 قادر على تشغيل ري تريسينج باعلى اعدادات ممكنه، يمكن في اقل اعدادات. بينما على البي سي بتكون في اعدادات اضافيه للري تريسينج على حسب قوه الكرت اللي موجود عندك، وفي كروت اكيد بتقدر تشغلها على اعلى اعدادات السنه القادمه. وترى اعيد نقطه معينه، ترى الدقه اللي كانت مستخدمه 1440، وجهاز بلاي ستيشن 5 مسوق نفسه على انه جهاز 8K وبيشغل 4K، فهل تتوقع فعلا ان الجهاز يقدر يشغل ري تريسينج اذا كان اقوى كرت حاليا او واحده من اقوى الكروت الموجوده على البي سي تعبانه في مساله تشغيل الري تريسينج ب 1440 دقه او بيكسل، فما بالك في بلاي ستيشن 5؟ فاجمالا لا تنخدع بالجمل التسويقيه اللي موجوده في كل جيل. البلاي ستيشن 4 كمثال كان من المفترض انه ينافس اداء افضل بي سي في سنه 2012 بسعر معقول، مع ذلك صدر الجهاز باداء اضعف من كرت 670 اللي نزل في نفس السنه بقيمه 399، وكان ترى يعتبر الكرت المتوسط عند شركة انفيديا. واعتقد بلاي ستيشن 5 بيكون بنفس هذه الدرجة تقريبا، او بينافس كروت الفئة المتوسطة سواء من AMD او انفيديا، وهذا معناه ترى انه بيكون اقوى من بلاي ستيشن 5 بخمس اضعاف، فتعتبر نقلة ممتازة يعني عن الجيل السابق. وحتى لو نزل بقوة 2080 Ti حتى خطين، يظل بان انفيديا بتنزل كروتها الجديدة لاحقا هذه السنة وبتكون اقوى من ال 2080 Ti على الاقل، ومستحيل بلاي ستيشن 5 يتعدى اداء 2080 Ti على فكرة، يعني اعتقد ان الصورة وصلت. وعلى كل حال الرسومات في النهاية ما تعتبر كل شيء في الجيل القادم، فسمعنا كيف سوني ومايكروسوفت بيركزون بشكل رئيسي على ازالة شاشات التحميل بشكل كامل، وحتى سمعنا في السبنسر يتكلم عن هذه النقطة من اول، وحتى سوني، وهذا الشيء بيتم عن طريق اخيرا الاعتماد على الاس اس دي كوحدة التخزين الرئيسية في اجهزة الجيل القادم. وشفنا الديمو اللي عرضته شركة سوني للعبة سبايدر مان اللي تشتغل على عدة المطورين في بلاي ستيشن 5 بثمانية أجزاء من الثانية، مقارنة ببلاي ستيشن 4 اللي يتطلب 15 ثانية إلى ما يشغلها بشكل كامل. بس مارك سيرني المسؤول عن معمارية وتطوير جهاز بلاي ستيشن 5 قال بأن الجهاز فيه SSD يمتلك باندوث أكبر من اللي موجود في البي سي،
أداء أفضل بكثير. في تفسيرات منطقية لهذا الشيء، من ضمنها أن ممكن سوني تستخدم M.2 SSD بس مع PCI Express 4، وهذا الشيء ممكن يعطي ضعف الإنتاجية اللي ممكن تحصلها من PCI Express 3. بس طبعا احنا شفنا ألعاب بأحجام فلكية على PlayStation 4، مثل Red Dead Redemption 2 اللي يصل حجمها إلى 100 جيجا بايت. فتخيل أنك توفر M.2 SSD بحجم 1 تيرابايت في PlayStation 5، ترى سعره ما بيكون بسيط أبدا على فكرة. لذا في بعض التوقعات اللي تقول ربما سوني توصلت لنظام هجين يجمع أقراص M.2 مع أقراص HDD. الفكرة هذه تسمى SSD Caching System، واللي قائمة على أساس نقل أهم المعلومات اللي تحتاجها لقرص M.2 لتشغيل اللعبة بشكل سريع، وترك الملفات اللي مثل الفيديو والصوت في HDD لأن مساحتها تعتبر أضخم بكثير وتعتبر الأقل أهمية في عملية تشغيل الألعاب. بس في توقعات ثانية تقول بأن سوني ربما توصلت لاتفاق مع أحد الشركات الرائدة في المجال مثل سامسونج للعمل على نسخة محسنة من SSD. يظل تصريح مارك سيرني بأن أداء أقراص SSD على PlayStation 5 أفضل يعد تصريح غريب على فكرة، والأيام بتكشف صحة هذا الشيء. بس إذا ما فهمت أي شيء من هذا الفيديو، أقدر أختصر لك الموضوع بأن PlayStation 5 وإكس بوكس القادم مستحيل يكون أدائهم أفضل من PC، وممكن يصل إلى أداء PC المتوسط في أول سنة بس. الشركات تبحث عن تقديم جهاز مناسب للمستهلكين عامة، ومسألة منافسة جهاز متطور بشكل مستمر يعد انتحار وغباء. تركيز شركات الألعاب يعتمد بشكل رئيسي على تقديم جهاز عملي قادر على تقديم أداء متوسط إلى مرتفع لمدة 6 سنوات، وهذا اللي بنشوفه في الجيل القادم. والطريقة الوحيدة اللي انت ممكن تنافس فيها PC هي انك تخلي جهازك قابل للتطوير، وهذه مستحيل اي شركة خاطر ترى فيها، ترى مجال متعب جدا. بس هل هذا الشيء معناه ان ما في ألعاب بتكون مبهرة تقنيا على الكونسل حصريات؟ لو تنظر للتاريخ بتشوف ان العاب الكونسل هي اكثر الالعاب اللي حاولت انها تغير في صناعة الالعاب، وغيرت في الصناعة. اتذكر تأثير لعبة جراند توريزمو في التسعينيات وكيف انها كانت تنافس وتتفوق على العاب السيارات في تلك الفترة واللي كانت تنزل على PC، او مثلا النقلة النوعية اللي صارت في لعبة سول كاليبر اللي نزلت على دريم كاست وكانت تعتبر نقلة فظيعة جدا في 3D في الوقت اللي غيرها كان يتعلم حتى كيف يسوي لعبة 3D مثل الناس. وكل هذه الالعاب تم تطويرها للكونسل، هالشيء معناه ان الكونسل يقدر يقدم اداء ممتاز جدا وممكن تطلع منه قدرات هائلة جدا. بس يظل الهدف من الكونسل بشكل رئيسي هو تقديم جهاز ذكي باحتياجات الجيل وللمستهلكين الاقتصاديين بشكل رئيسي. لذا اتمنى ان الموضوع صار واضح الان وما تكون فيه اشكاليات، وان شاء الله ما اشوف جملة الجيل القادم اقوى من PC. ومرة ثانية لا تنسى تشارك في الجيفاوي على بطاقة $250 من موقع نيو ايج، وهذا اللي كان عندنا في هذا الفيديو. فيعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.